قال إنما أذكر ربي وحسني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
الله ولي والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال
والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي
انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس صدقت فيما قلت قول الحق انك على كل شيء قدير. كانت التلاوة الكريمة تلاها على ما سمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي ونائب نقيب القراء قارئ مدينة السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة مقيم المعروف بطابور محافظة الجيزة كبر الصوت عالمية انارة كهربائية مخازن فراشة كبرى وقصور ضيافة متنقلة إدارة الحج حبش الجندي المقيم المعروف بمدينة دلنجان